احنا اوشكنا على الانتهاء بالنسبه للجرعه الاولى. لا ما انا مش هديك ارقام لانه طبعا الارقام النزله دي بتبقى يعني الجرعه الاولى لكبار السن واصحاب الامراض ولا كله 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 الاعراض اللي فيش اعراض الحمد لله مفيش اعراض وعندنا جهاز طبي على اعلى مستوى موجود في السجون جاهز لمواجهه اي اعراض تظهر واحنا حريصين على ان كل النزل هياخدوا كل النزل هيكبروا وصغروا بيعملوا اعمار كله هياخدوا باذن الله لان طبعا ده مجتمع مغلق احنا بنحافظ عليه معانا الحاله المعرضه بيشتكي من الام في الركبتين وبعد الفحص من دكتور العظام وعمل اشعه لقينا ان في خشونه متوسطه في الركبتين تمام تكرر الادويه اللي هيبدا يشتغل عليها في نفس الوقت عملوا تحويل على العلاج الطبيعي فجائية بدأنا حطينا البلان اوف تريتمنت اللي هنشتغل عليها مواد فرصوتية وليزر وبالفعل النهاردة شغالين وامر اللي هيتردد بقى على المستشفى والمرتين لثلاثة في الأسبوع إن شاء الله تمام دكتور بالنسبة وربينا عليه إن هو ينزل الوزن